لك أنا ليش عملت هيك؟ شهانة؟ شبك؟ شهانة؟ شهانة شو صاير؟ حاج بكي حاج؟ اهدي واحكي لي شو صار؟ أنا رح حل الموضوع. شوفي ليش كل العالم عم بيطلعوا فيني؟ مراتي هنن عم يقولوا إنك حاولتي تتقربي من الشاب. شو؟ شو عم بتقولي؟ ما عم بستوعب. انت وقفي بكي وانا هلا رح شوف شو هي القصة. وين رفيقك براتشي؟ عن شو عم تحكي؟ ما تتزاكي علي، لانه كل اللي هون شافوا بعيونهم اللي صار. انا عن جد ما عم بفهم عن شو عم تحكي. قلتي ما عم تفهمي. انا عم اسالك قليلي وين رفيقك؟ انا هون. ليكو خليني شوف كيف بدك تكذبي او تقولي انك كنتي ما عم تفهمي علي، ما هيك؟ بعد اذنك قولي لي عن شو وعن مين عم تحكي انتي؟ ما حلو هالتصرف بنوب. كيف بتعملي هيك؟ نزعتي لنا الحفله كلها، كيف بتفكري تخربي هيك يوم علينا؟ الحق عليكي، كل عيلتي بتحبك كثير وبتحترمك، كيف بتعملي هيك؟ كنت عم فرجيهم لعيلتي صور طفولتهم على جهاز العرض، وما بعرف كيف بلشت لقطات مشاهد كاميرات المراقبة تطلع على الشاشة، وقدرنا نشوف شو كنتي عم تعملي حضرتك. معقولة انتي جايبة رفيقك على بيتنا؟ انتي ما بتستحي أبداً؟ ما كنت متوقع هيك شي منك بنوب، مو معقولة. شبكن؟ أنا ما عملت شي غلط، ليش انتو عم بتبهدلوني؟ مو معقول. انتي مفكرة انه يلي عملتي مانا قصة كبيرة؟ انتي عملتي شغلات غلط وسيئة ببيت عالم غريبة، يعني هالشي طبيعي بالنسبة إلك براتشي؟ بعد اذنك فيك تقليلي لو سمحتي عن شو عم تحكي؟ خلص اسكتي ولا حرف. حاجة تقولي انك مو فهمانة وانك ما عملتي شي، لانك عملتي كتير شغلات. كنتي عم تحكي مع هذا الشاب لحالكم بالغرفة. بس انتوا الاثنين رحتوا لحتى تحكوا مع بعض على انفراد، وما بعرف شو اللي صار بعدين. انا اسمي روهيت. ايه روهيت، قلي شغله، ليش رحت انت وياها لتحكوا لحالكم؟ انتوا متزوجين شي؟ شو عم بتقولي آليا؟ ما تقاطعيني وانا عم بحكي. ما تعملي حالك بريئه، شفناكي على جهاز العرض كيف كنت عم تتقربي من رفيقك. كثيريا اول شي هو مانو رفيقي، وأساساً أنا طلعت لفوق ورحت على غرفة الضيوف لحتى أستعمل الحمام لأنه الشال تبعي توسخ. إيه هي كلامها مزبوط. إيه براتشي عم تحكي الحقيقة، هي راحت لهنيك لحتى تغسل الشال تبعها لأنه توسخ. ليش هيك عم تتهموها للبنت؟ هي ما عملت أي شيء غلط أبداً. وإنت لحقتها لهنيك مشان تساعدها؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.